بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي، معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية، الصف الدراسي ثالث تأهيلي، الفصل الدراسي الأول، المادة التربية الفنية. عنوان درسنا لهذا اليوم: الرسومات الرمزية في الشعارات. المجال المستهدف الفني، المجال المساند، الحركي الدقيق. الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الرسومات الرمزية في الشعارات. الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة مفهوم الشعار، أيضا أن يذكر الطالب والطالبة استخدامات الشعار، وثالثا أن يصمم الطالب والطالبة شعار التربية الفنية. قوانين درسنا لهذا اليوم: أولاً أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها، ثانياً أستمع إلى الدرس بتركيز، ثالثاً أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص. طيب طلابي، نشاهد الآن معانا صديقتنا سارة. الطالبة سارة تخرجت من أين؟ من المرحلة التأهيلية. بعد التخرج قررت سارة تعلم فن رسم الشعارات. طيب إلى أين توجهت؟ توجهت سارة للمعهد، ووجدت معلمة فنون رسم الشعارات اللي هي المعلمة هند. قالت سارة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت عليها المعلمة هند: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت سارة المعلمة هند: ماذا يمكن أن أتعلم عن الشعارات في المعهد؟ ماذا أجابت المعلمة؟ قالت لها: أولاً سوف نتعرف على الشعار. الشعار عبارة عن صورة أو رسمة بصرية إضاحية، وهو الوجه المحدد الذي يتم من خلاله التعرف على شخص أو شركة أو منتج، مثل ما نرى هنا في الصورة، أو دولة. إذن لدينا هنا هذا المنتج شعارة، هذه الوردة. طيب طلابي، لدينا هنا الشعارات، ممكن أن تكون شعار حروف مختصرة مثل ما نشاهد هنا، مشاهدنا حرف الميم اختصار، لماذا؟ لشعار مثلا منتج، أو شعار شركة، أو شعار شخص. إذن أول نوع لدينا من الشعارات اللي هو شعار الحروف المختصرة. ثاني نوع لدينا من أنواع الشعارات تقول لنا اللي هي المعلمة هند، اللي هو الرسمة. لدينا هنا هذه رسمة الوردة على هذا المنتج، إذن هنا لدينا الشعار عبارة عن رسمة. طيب طلابي، لدينا هنا هذا السؤال نشاهد الآن مع المعلمة، يقول: أين شعار الحروف المختصرة؟ ها، أين هي الحروف؟ نشاهد أين هو شعار الحروف المختصرة. أحسنتم، إجابة صحيحة. إذن لدينا هنا هذا هو شعار الحروف المختصرة، عبارة عن حرف واحد اللي هو حرف الميم، هذا فقط مثال لدينا. أيضا من الشعارات شعار رسمة وجه تعبيري، مثل ما نرى هنا، هذا أيضا شعار، ممكن يكون لمطعم، أو ممكن يكون صيدلية، أو ممكن يكون منتج. إذا من أنواع الشعارات أيضا شعار رسمة وجه تعبيري، مثل ما نشاهد هنا، ممكن استخدام هذا الشعار في المطاعم. أيضا من أنواع الشعارات رسم تعبيري للشركة، لدينا هنا مثلا شركة مقاولات، ماذا صنعت هنا في هذا الشعار؟ منزل ورولة اللي هو الدهان. إذا نرى هنا هذا مثال اللي هو لشعار شركة مقاولات، ماذا رسموا هنا؟ اللي هو منزل، وأيضا اللي هو رول الدهان. أيضا ممكن شعار دولة، مثل ماذا؟ شعار المملكة العربية السعودية، علم المملكة العربية السعودية أيضا يعتبر شعار. إذا شعار الدولة مثال عليه اللي هو شعار وطن الغالي المملكة العربية السعودية. إذا علم المملكة العربية السعودية مثال على شعار الدولة. طيب طلابي، لدينا هنا هذا التمرين، لدينا هنا شعار ماذا؟ شعار
وهنا أيضا شعار، وهنا أيضا شعار. سوف نختار من هذه الشعارات ونضع تحتها الجملة الصحيحة. إذا لدينا شعار الشركة، أين هو شعار الشركة من الصور الموضحة أمامي هنا؟ شركة مقاولات، أين هي؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. طيب ثاني شعار لدينا، شعار رسم تعبيري أو وجه تعبيري ممكن يكون لمطعم، أين هو؟ هذا الشعار أم هذا الشعار؟ نشاهد الآن في الشاشة. أحسنتم، إجابة صحيحة. طيب أين هو شعار الدولة؟ ها؟ أحسنتم، اللي هو الإجابة الأخيرة، شعار المملكة العربية السعودية. إذن هنا لدينا مثال شعار شركة، لدينا هنا شركة مقاولات ذكرنا تكون منزل ورول الدهان، وهنا شعار رسم وجه تعبيري ممكن يكون المطعم، وهنا شعار دولة اللي هو علم وطن الغالي المملكة العربية السعودية. طيب طلاب، نتعرف الآن على ألوان الشعارات. ألوان الشعارات ممكن تكون لون واحد أو عدة ألوان. نرى هنا ماذا ستخبرنا المعلمة هند. تقول لنا ممكن أن يكون أبيض وأسود مثل الشعار اللي نراه هنا، ممكن يكون أكثر من لون مثل هذا الشعار، وأيضا ممكن أن يكون لون موحد مثلا باللون الأحمر مثل ما نشاهد هنا. إذا ممكن أن يكون الشعار أبيض وأسود وأيضا أكثر من لون وأيضا لون واحد. طيب طلابي، لدينا هنا المعلمة هند تريد منا حل هذا التمرين. يقول التمرين نضع اللي هو الجملة الصحيحة تحت الشعار. طيب أين هو اللي هو الشعار الذي يمثل لدينا لون واحد؟ أين هو؟ أحسنتم، اللي هو لدينا هنا باللون الأحمر. طيب الشعار الذي يمثل لدينا أكثر من لون، أين هو؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. طيب أين هو الشعار اللي يمثل لدينا لون أبيض وأسود؟ نرى هنا، أحسنتم، إجابة صحيحة. إذن لدينا هنا شعار يمثل لدينا لونان اللي هم أبيض وأسود، وهنا أكثر من لون، وهنا لون واحد موحد. طيب طلابي، الآن لدينا تطبيق عملي لصنع ماذا؟ شعار تربية فنية بالحروف المختصرة. طيب نشاهد الآن هنا مع المعلمة. في البداية لدينا هنا هذه الكراسة والألوان والقلم اللي هو قلم الخط اللي هو الأسود، وأيضا قلم الخط اللي هو الأحمر. ذكرنا تكون حروف مختصرة. طيب من اسمها تربية فنية، نختار أول حرف من تربية، تاء. أحسنتم، إذا سوف نستخدم حرف التاء لصنع شعار للتربية الفنية باستخدام اللي هو نوع الحروف المختصرة. في البداية سوف نختار حرف التاء اللي هو بخط الرقعة بهذا الشكل. نرسم خط اللي هو حرف التاء بهذا الشكل، لدينا هنا تاء. طيب نحن نريد صنع شعار، ماذا سنفعل؟ نرسم تاء صغيرة داخل هذه التاء اللي رسمناها، ونضع نقاط التاء بهذا الشكل. طيب لدينا هنا سوف نلون اللي هي أطراف اللي هو التاء باللون الأحمر بهذه الطريقة، ليصبح لدينا شعار جميل للتربية الفنية باستخدام اللي هو نوع الحروف المختصرة. استخدمنا ألوان الخط العربي اللي هي الأسود والأحمر بهذا الشكل، دمجنا اللي هو الأحمر مع الأسود بهذه الطريقة، وأصبح لدينا شعار التربية الفنية. ممكن أن نستخدم أيضا اللي هو استخدمنا هنا خط الرقعة، ممكن نستخدم أيضا اللي هو خط النسخ بهذه الطريقة، نكتب اللي هو حرف التاء ونكتب هنا تاء مقلوبة بهذا الشكل، والنقاط تكون في الوسط بهذا الشكل. إذا هنا استطعنا رسم شعاران اللي هم بحروف مختصرة للتربية الفنية. استخدمنا ألوان الخط العربي اللي هي اللون الأحمر والأسود بهذه الطريقة.
نشاهد هنا، هنا اللي هو شعار التربية الفنية بالخط العربي وحروف مختصرة، استخدمنا أو رسمنا حرف التاء لأن أول حرف من التربية الفنية هو حرف التاء. هنا لدينا بخط الرقعة، وهنا لدينا بخط النسخ. أحسنتم طلابي. طلابي وطالباتي، انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم. التوصيات: التركيز على رفع مستوى الدافعية، كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه، المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا. انتهى درسنا لهذا اليوم. كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري. أراكم بإذن الله في الدرس القادم. مع السلامة.